لا يمكن أن يقبلوا إطلاقا أن يخونوا أماناتهم ويخونوا مصر نبيهم. هذه مسألة باتت واضحة، ونحن نقول لهم والله لكم ترفع التحية عاليا، ولكم ترفع كل الاحترامات عاليا، أنتم أهلنا ونحن أهلكم، أنتم منا ونحن منكم، ونحن وإياكم جسد واحد بإذن الله، حتى النصر بإذن الله، وحتى ترتفع مجددا راية رسول الله عليه الصلاة والسلام في رحاب المسجد الأقصى المبارك عندما استلمها ليلة الإسراء والمعراج كخاتم للأنبياء والمرسلين وإمام للأنبياء والمرسلين أمام 124 ألف نبي ورسول. عندئذ يدرك الحكام أنهم قد ساروا وراء الشيطان، وراء سراب الاحتلال الذي لن ينفعهم يومئذ.